خليني برضو افهم منك برضو، يعني انت ليك تجربه في 20 سبتمبر الماضي ودعيت الناس للحراك، والناس ايضا كانت في وضع مالي أسوأ، لكن النهارده بنتكلم عن وضع أسوأ وأسوأ من الاول. سؤالي ليك بشكل مباشر، خليني اختار منطقه بالتحديد، العياط. النهارده انت كنت بتقول في فيديوهاتك منذ الصباح وحتى الان لازم تنزلوا، لازم نحاول، لازم نفضل في الشارع، لازم نفضل مكملين. اللي حصل النهارده في العياط 5 محاولات من بعد العصر حتى قبل نص ساعة من الآن بيتم فض المظاهرة من قبل قوات الأمن بالغاز والخرطوش، والناس تلف ترجع تاني. إيه اللي يخلي الناس تحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة؟ خلاص بقى الناس وصل بيها الحال، يعني ثورة جياع. الناس زهقت وطهقت، يا أوتي يا موتي. ويا ريت الشرطة تتعظ. يا ريت الشرطة تتعظ. يعني إيه تتعظ؟ فهمني أكتر. يعني تاخد درس من اللي حصل في 25 يناير. طيب ما كفهمش ان لما جري وقلعوا البدل، طيب كانوا خايفين ده النسوان، لمؤاخذه انا اسف، يعني النسوان اشرف منهم طبعا، معلش هو لفظ من التربيه اللي هم ربوها لنا الحكومه القاصره، يعني اتعظوا من اللي حصل في 25 يناير واتقوا الله. هي الشرطه في خدمه الشعب ولا في خدمه النظام؟ طيب احنا محمد واحنا على الهواء مباشره وانت معانا بنعرض على الهواء مباشره الان مجموعة من اللقطات للمظاهرات الليلية. طبعا الساعة 1 بتوقيت القاهرة إحدى المؤسسات الصحفية قالت إنه عدد التظاهرات اللي خرجت في وقت واحد منتصف الليل النهاردة حوالي 16 تظاهرة في وقت واحد، يعني في وقت واحد في 16 تظاهرة خرجت في منتصف الليل، يعني بعد الساعة 12 مساء بتوقيت القاهرة. الناس لسه بتنزل ولسه بتحاول. قبل شويه كنا نزلنا وانت معايا على الهواء خبر عاجل من المنيا، الناس نازله في نص الليل يا محمد. تمام، الناس ما زالت مصره انها تنزل بتطالب بحقها. طبعا ولسه ومش هنروح. نعم، ده انا اقصدت لهم. يعني انت بتدعي الناس دلوقتي يا محمد ان الناس تفضل في الشارع ولا تعود مره اخرى للنزول؟ لا 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 لا، تقعد نتقبض علينا ونعتقل وهنتنفس. ايوه، قول لي بقى الناس تعمل ايه بقى. خلي الناس من منصه من خلال مكملين والتغطيه معانا، قول للناس بقى تعمل ايه دلوقتي، الناس اللي لسه بتحاول في الشارع زي اللي في العياط وفي كل مكان. مفيش رجوع للبيت. يا اوتي يا موتي، لو رجعنا البيت مش هنشوف النور تاني، خلاص هي فرصتنا مره واحده، وربنا كرمنا وولف قلوبنا على بعض، الحمد لله ووحدنا. هي دي، ان الشعب كل قلوبنا تتجمع على قلب بعض، مفيش رجوع تاني لحد ما السيسي ما يرحل. طيب يعني النهارده لازم نقنع الفتاح السيسي، يا اما هو هيخلعنا من البلد. ده راجل طلع قال علني كده، انا عايز اعلمكم تتثقفوا عشان تغوروا في داهيه تسافروا بره. ده طيب. راجل مطلع على الطيب. لو الناس روحت بكره يا محمد في حاجه؟ اعتقلنا الحمد لله، وبدل ما كان 10,000 ايام 20 سبتمبر اللي فات حبوا بال100,000. ها، يعني انت شايف انه المصلحه الوحيده والحل الامثل ان الناس تفضل في الشارع ما تروحش؟ طبعا وده معناها ان الناس طول ما هي في الشارع ما حدش هيقدر يعتقلها. لا طبعا، الله اكبر عليهم، حد من الشرطه يقدر يقرب منهم. شايف النهارده في كده عملوا ايه؟ صح. طيب هل اللي نزلوا النهارده يا محمد كفايه ولا لسه محتاجين كمان علشان نقول الناس نزلت؟ كل واحد مظلوم وكل واحد حس ان هو متهان ينزل. كل واحد مظلوم لازم ينزل. كل واحد نفسه يشوف مصر تبقى محترمه وتبقى زي الدول الكبيره والعظيمه ينزل. يكفي بيقول عليه من دول العالم المتخلف، كل مصر يقبل على نفسه، ده اللي مش كويس ومش محترم. يعني انت شايف انه بقاء الناس في الشارع ده الحل الامثل لاستمرار توسع رقعه التظاهرات، وان كل واحد اتظلم ومحتاج مصر تكون افضل واحسن لازم ينزل ويضم على اخواته اللي في الشارع؟ طبعا جدا جدا بكل تاكيد. طيب خليني افترض الاسوأ يا محمد، افترضنا بكره الناس روحت وقررت انها تتراجع خطوه الى الخلف، لعل وعسى تاتي موجه قادمه الناس تنزل فيها الشارع، تقول لها ايه؟ لا ما حدش يروح، خلص ما حدش يروح. لا الناس تقعد في الشارع. طبعا احنا داخلين في هجم بيوت وهو بيتحدانا، خلاص ربنا كرمنا ونزلنا ومسكنا الشارع، لو مسكنا الشارع خلعناه. لكن نسيب الشارع ونرجع بيوتنا مش هيسيبنا. سؤال مباشر، النهارده في محافظات بعينها، اسكندريه، القاهره، الجيزه، القليوبيه، المنيا، اسوان، سوهاج، اسوان وغيرها من المحافظات، مدينه نصر وغيرها من المناطق،
وغيرها من المناطق، توجه رسالة للمحافظات اللي ما نزلتش تقول لهم ايه، والقرى اللي ما نزلتش تقول لهم ايه، والنجوع اللي ما نزلتش تقول لهم ايه. انزلوا انزلوا عشان نرجع كرامتنا ونرجع حقوقنا. انزلوا وقفوا جنب اخواتكم. طيب انا مكسوف اقول بلاش كسل، ما انتوا بتنزلوا ويقبالكم سنين عمركم بتروحوا الشغل وبتروحوا وتيجوا، استفدتوا ايه غير بتاخدوا شوية ملالين؟ طيب عايزين نخرج بناتنا وستاتنا وعيالنا اللي جوه السجون. انزلوا انزلوا، لو هنقعد اسبوع لو هنقعد شهر في الشارع بس هنبقى ايه المكافأة بتاعتنا؟ هنرجع. طيب